سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة الإبداع الذاتي. موضوع ديال اليوم هو قوة العقل الباطني الكامنة ولما بيناش، وحنا اليوم غادي نوضحوا هاد القوة دي. كل واحد فينا عنده جوج ديال العقول، كاين العقل الأول اللي هو العقل الواعي، وكاين العقل الثاني اللي هو العقل الباطن. جميع القرارات والاختيارات ديالك اللي كتقوم بها او اللي كيقوم بها العقل الواعي كتأثر بتوجيهات ومعلومات اللي كيتلقاها العقل الباطن، لا سيما انه واحد القوة كبيرة داخل ديالو هي اللي كتمنع انك تحكم في العقل الباطني كما يجب. ولسوء الحد مجموعة كثيرة او كبيرة من الناس اللي ما عارفاش القوة ديال العقل الباطني وما عارفاش القيمة ديال العقل الباطني وكيفية استخدام ديال العقل الباطني، وزيادة على ذلك انهم ما عارفينش او ما فاهمينش كيفاش يستخدموا العقل الباطني واحد استخدام لي جيد باش يحققوا النجاح في كل خطوة كيخطوها وفي كل تفكير كيفكروه وفي كل تمعن او تدبر كيدبروه. فباش نفهموا العقل الباطن والقوة ديالو خاصنا نطرقوا اليوم على واحد ثلاثة المسائل مهمة او ثلاثة الامور الاساسية، اللي هي اولا خصائص ديال هذا العقل الباطني، ثانيا الفوائد، ثالثا وهما البرمجة ديال العقل الباطني باش نكونوا ناجحين في حياتنا. كيفاش نبرمجوا العقل ديالنا او العقل الباطني ديالنا باش نكونوا ناجحين؟ نبداو بالامر الاول اللي هو كيتعلق بالخصائص ديال العقل الباطن. اولا ولا اول الخصائص ديالو غنختار لكم اليوم ثلاثه ديال الخصائص اساسيه ومهمه جدا. اول خاصيه ديالو انه ما كيفكرش وما كيتصرفش بناء على امر من العقل الواعي، يعني ما عندوش القدره على انه يدبر الامور ديالو انه يخرج معلومات بوحده، كيتسنى الاوامر ديال العقل الواعي. ثاني خاصيه ولي مهمه انه كيحتاج لتعليمات العقل الواعي، يعني انه ما يقدرش يدير شي حاجه بلا ما يامره وبلا ما يقوم العقل الواعي باخراج معلومه ما من داخل هذا العقل الباطني. فالعقل الباطني كيف ما سبقت وقلت لكم انه خزان للمعلومات وخزان للصور وخزان ل او ما يسمى لفلاش باج، او ما كل ما يمر في الماضي وكل ما يمر فهذه اللحظه. مثلا نحن هنا اذا مرت دقيقه واحده يعتبر ذلك عقل باطني. ف هكذا هي الأمور وهكذا هم خصائص العقل الباطن. الخاصية الثالثة ومهمة جدا أنه غير قادر على إقرار بين الخطأ والصواب، يعني أنه ما يقدرش أنه يختار لنا بين خطأ والصواب، بين الشر والخير، بين الموت والحياة، بين مجموعة من ثنائيات ما يقدرش يختار بيناتهم، وما عندوش ديك القدرة على انه يختار بين الابيض والاسود وغيرها من الامور، كي تسنى العقل الواعي باش انه يامره انه يخرج معلومة معينة او انه يخرج اي اختيار بغاه العقل الواعي. الامر الثاني اللي غنهضروا عليه اللي هو كيف يمكن برمجة العقل الباطن على النجاح، يعني كيفاش نبرمجوا العقل الباطن ديالنا على انه ينجح واننا احنا كإنسان اننا ننجحوا. كيفاش؟ الامر يتعلق بخمسة امور اساسية في البرمجة. اننا خاصنا نبرمجوا العقل ديالنا على الالتزام بالصدق والامانة.
ثاني شيء اننا خصنا ندافع على المبادئ ديالنا اللي كتبان لينا حنا صحاح. ثالث شيء خصنا ندافع عليه اللي هو انك توفي بالوعود ديالك تجاه الاخرين. رابع شيء اللي هو انك تقبل اللوم من عند الاخرين وانك تعترف وتقر بالاخطاء ديالك وتعتبرها انها اخطاء اللي ممكن انها تصحح. خامس شيء اللي هو خاصك تكون مسؤول على مشاكلك وتحمل الخطأ فيها، انك المسؤولية الكاملة ديالك تجاه المشاكل اللي كتحيط بك، انك انت اللي خاصك تكون مسؤول عليها وانك تحمل المسؤولية في هذا الامر. هذا ما خصناش نخدعو العقل الباطني ديالنا باننا عندنا تحيز او لما خصنا نكذبو او لا، لان العقل الباطني عندما يخزن المعلومة فهو يبرمج على اخراجها في وقت معين. عندما تكون لحظة الخروج لتلك المعلومة وانت لم تكون مستعد بعد، فهذا يعطي خللا للعقل الباطن ويشوهه على انك لن تنجح في حياتك. فهذه الامور يجب الامعان فيها كثيرا وندققها بكل رويه. الامر الثالث اللي كيتعلق بالفوائد ديال العقل الباطني، كاينين اربعه ديال الفوائد اساسيه اللي هما النجاح، ثاني شيء التخلص من الاحباط، ثالث شيء اللي هو التحرر من الخوف، ورابع شيء اللي هو إثبات الذات. كيف ذلك وكيف سنقوم بذلك؟ هذه الأمور سنشرحها بعد قليل. بداية سنبدأ بالفائدة الأولى اللي هي النجاح. كتوصل النجاح مني كتعلم كيفاش تسمع وتصرف كيف ما كيقول لك العقل الباطني ديالك، يعني ان العقل الباطني ديالك هو خزان لمجموعه من التجارب ومجموعه من الامور التي ستستفيد منها ويستفيد منها العقل الواعي. فهذا النجاح ياتي عن طريق الاستماع وبتاني الى هذا العقل وتدقيق الأمور والمفاهيم ليصل إليك المعلومة كما يجب. فيما يخص التخلص من الإحباط، حيث العقل الباطني ديالنا كيساعدك على التخلص من الغضب والاستياء، يعني أن العقل الباطني ديالنا كيساعدنا بواحد الشكل كبير من أننا نتخلص من الغضب، لأنه عقل متأني متدبر، عقل رزين إن صح التعبير. ثالث شيء اللي هو التحرر من الخوف، أي أننا خصنا نستخدمه واحد الاستخدام مناسب ديال العقل الباطني باش أننا تكون عندنا صحة جيدة وتكون عندنا واحد الحيوية واحد الحماس في رؤيتنا للمستقبل. رابع شيء اللي هو إثبات الذات. كيف ذلك؟ حيث العقل ديالنا الباطني كيساعدنا باش أننا نوجدو واحد المكان صحيح وكيرشدنا باش أننا تكون عندنا واحد الرؤية واسعة للمستقبل ديالنا، وأننا نفكرو بشكل صحيح وما تبقاش عندنا العشوائية في التفكير ديالنا. فالعقل الباطني عنده هاد الفوائد هادو، فما عليكم إلا أنكم طبقوها بشكل دقيق باش أنكم تنجحوا في حياتكم وأنكم تخلصوا من الإحباط وأنكم تحروا من الخوف وأنكم في الآخر تبتوا الدوات ديالكم وتكونوا ناجحين في حياتكم. فشكرا على الاستماع وإلى اللقاء، وكنشكركم على مساندة ديالكم. شكرا.